يحصل ما حصل مع عادل عبد المهدي. تمام والله صحيح يا استاذ عادل. الماي فك الماي دنز زنبيله ما حد يعبي له، ما يقدر يتجاوز الرغبه الامريكيه حتى يسوي كهرباء ونافق 80 مليار دولار. الا تعتقد هذه عندما تسوقها السلطه هي اعذار باتت لا احد يستسيغها؟ هذا المنطق لم يكن عاقلا يقبل به. امريكا ما تقبل تسوي كهرباء، ما طز بها امريكا، انا حاكم اسوي كهرباء، مو الولد يحشون معلق، ليش ما سووا هاي الشماعات؟ استاذ عادل انت صحفي وذكي، تؤمن بهذه الشماعات؟ لا لا استاذ 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 نجم استاذ استاذ نجم اذا 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 تسمح لي، اولا انا اطلب منك كما قال الاديب العربي، ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون صديقك يوما ما، أو عسى أن يكون حبيبك يوما، فعلى كيفك شوي. هذه وحدة. هاي المفروض أنت تسوونها بالإطار. الشواهد ماذا تقول؟ هاي المفروض أنتم بالإطار سويتوها. أنا لا أستادي أحدا، أنا أنافس. بغيضك صار صديقك. تعطيني مجال أنا أقول لك الحقائق. هو بغيضك صار صديقك. أنا أقول لك الحقائق. ما 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 تقول ما تقول بالمرحوم أحمد الشلبي رحمة الله عليه؟ أحمد الشلبي واحد من السياسيين كبار السياسيين رحمة الله عليه، يقول أحمد الشلبي بالألفين وستة قائد القوات الأمريكية كيسي قاعد وأنا قاعد وياه، وأول تشكيل حكومة السيد نوري المالكي أيضا موجود. فسأل كيسي يسأل المالكي ما هي أولويات الحكومة؟ قال له لدي أولويتين، الأولى قضية الأمن والثانية الكهرباء. فرد عليه بالمباشر قال اذهب للأمن ودع الكهرباء، مما أغضب أحمد الشلبي رحمة الله عليه ودخل يعني في خصومة مع كيسي. هذا واقع حال، أنا ما مو قاعد أبرر لك، يعني أريد ألمع صورة الأحزاب والكتل التي أخفقت لا أنكر هذا يا من أستاذ عادل، لا عليك ولا على كيسي ولا على المرحوم الشلبي، وهذه حقيقة. لكن لو كان هذا الكلام فيه رجال لكان قد ردوه على كيسي وابو كيسي. وإذا كيسي ما راضي ليش صرفتوا 80 مليار؟ كان حولتوهم مكان آخر. مو 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 عادل عبد المهدي اتجه بوجهه إلى الصين فالتفوا عليه وعملوا وأسقطوا حكومته بذرائع شتى. هاي شو تقول بيها؟ أنت تتحدث بعام 2018-2019 عادل عبد المهدي، قبلها 16 عاما كانت قد مضت يا دكتور يا أستاذ عادل. هو نفس هن كلنا مصخمات، هو نفس النهج نفس النهج نفس النهج. خليني أرجع لك في وقت آخر. أتفق معك يا أخي، أتفق في نقطة جوهرية. نعم. إنه أخفقت الكتل السياسية في إنصاف الشارع العراقي على جميع القطاعات، أتفق تماما. نعم. ولكن لا تحمل 100% هي صاحبة الإخفاق. هناك يعني الملفات الإقليمية والدولية حاضرة قد تحول دون الوصول إلى الهدف. وما أن يعني ضربنا عرض الحائط هذه التدخلات يحصل ما حصل مع عادل عبد المهدي. تمام والله صحيح يا استاذ عادل. الماي دنز زنبيله ما حد يعبي له.